كثير مهم انه نوعي الناس على هذا الموضوع، لانه مش كثير في ناس بتعرف عن هذا الموضوع، بتعرف مزبوط كيف لازم تساعد، ويعني دائما بتصير. سو كثير مهم كمان نعرف شو الخطوات اللي لازم نتبعها لنكون عم نساعد الشخص بالطريقه المزبوطه. ويعني مثل ما اليوم حكينا في كذا خطوه فينا نتبعها اذا شفنا شخص عم يتعرض لهذا الشيء. اول شيء انا مجرد ما اكون شخص معروف والناس يمكن بتتابعني على السوشيال ميديا، انا هيدا الشيء بخليني اوصل صوتي اكثر واحكي عن اشياء. وبتعرفي يعني اوقات شخص يمكن اذا اخذ 10 او 20 او 30% من الحديث بيستفيد كثير، وقتها تصير المشكله قدامه بيتذكر انه عن جد انا مثلا يي بقدر ساعد بهذه الطريقه. بتكون عن جد كثير كثير بتساعد الشخص. صراحة أنا ما تعرضت لتحرش، يمكن كلنا أوقات زي كم نكون ماشيين يعني حدا بيقول يمكن بيقول كلمة أو هيدا أكيد نوع من التحرش، بس يمكن أنا ضليت بهي الطريقة.